هو عنوان ندوتنا اليوم. وقبل أن نبدأ الندوة بعنوان واقع المرأة في سوق العمل، المرأة الفلسطينية تعاني من الكثير من المشاكل والتحديات. هذه الندوة تندرج تحت مشروع نساء وشباب ضد العنف. هذا المشروع الذي ينفذه المركز منذ عامين ونصف العام في محافظات الضفة بشكل عام، بعد قيام مجموعة المتطوعين في هذه الحملة بدراسة وإحصائيات واستمارات، تم تحديد أن سوق العمل الفلسطيني هو أكبر المواقع التي تعاني منه النساء من مشاكل في طول كرم، وتم اختيار عدد من العناوين المختلفة في المحافظات الأخرى. الندوة اليوم هو جزء من هذا المشروع وجزء من هذه الحملة. ما في قطعيا إنصاف حقيقي إن هذه المرأة هذه العاملة اشتغلت بعشرة قروش، أعطيها عشرة قروش بس، هو بالعادة تشتغل زيها زي الرجل إذا مش أحسن، لكن بتتقاضى أقل كثير مما بغضه بحجة إنها هي مرأة، بحجة إنها مرأة. إحنا لا يمكن النظام الفلسطيني يتطور بشكل صحيح ولا العمالة الفلسطينية تتطور بشكل صحيح طالما هناك في إجهاز على حقوق النساء، على حقوق المرأة. بنفردوا فيهم لليوم، بنفردوا كل في كل عامل الحال. معظم أصحاب العمل، بديش أقول كلهم بس أقول معظم أصحاب العمل إلا من رحم ربي، هم إلهم دخل في الإجهاز على حقوق العاملات وعلى القانون وعلى كل التفاصيل. بالتالي أنا بتأمل إنه هذا اليوم اللقاء اللي بده يضم أصحاب عمل ووزارة العمل هي موجودين وعدد من العاملات، بتأمل إنه يعني تكون ترسم إشي على الطريق. أنا عندي أمل إن دائما الأمور تمشي على الطريق. إحنا جاهزين في نقابات العمال للاتفاقيات، ما إحنا مش جايين نقضي على الاقتصاد الفلسطيني، بالعكس إحنا مع تثبيت الاقتصاد الفلسطيني، بس الاقتصاد الفلسطيني لن ينمو بدون العمال، لن ينمو قطعيا بدون العمال. إحنا الطرف الأساسي في هذا الموضوع. الماكينة بدوني بتشتغلش، أنا بدون ماكينة بشتغل. وبالتالي إحنا الموضوع طبيعي إنه يكون في علاقات مختلفة وعلاقات جيدة ورائدة ومتقدمة مع أصحاب العمل. لازم يكون في إنجاز أكثر، لازم يكون في عمل أكثر، لازم يكون في كيف بدي أنا أقدر أقاطع الاحتلال الإسرائيلي ومنتوجات الإسرائيلية المختلفة بالوقت اللي نص القطاع اللي موجود عندنا هو بجري تهميشه، بجري كل العمال مظلومين، لكن النساء بيطلعوا ظلما أكثر من ظلم باقي العمال الموجودين.